نريد رد عليك يا حبيبي. اعطينا الصوره، اعطينا الكره، يلا يا حبيبي، يلا يا شريف الايمان لفريق النجم. الكل امامك، اللاعبين امامك، والجماهير امامك، والمحبين امامك. وماذا تفعلون، وماذا تفعلون بهذه الكره؟ تشجيعات الجماهير وتعليمات المدربين وكل موجود يا حبيبي الغالي. اعطيني الصوره واعطيني الكره يا يوسف كوكوت. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف. تعليمات من حكم المباراه، برافو. إذن الوصول للنهاية، الوصول للنهاية ليس بالسهل، ولكن لا بد من رابح ولا بد من غالب، طبعا لا بد من خسر. اذا تعود الكرة لاجواء لمن؟ لعماد، عماد، عماد اسماعيل. يلا يا اسماعيل، يلا يا اسماعيل، اعطيني الصورة، اعطيني الكرة، برافو برافو. يلا يا عماد، عماد عماد عماد، برافو. لكن يوسف موجود، يوسف موجود. يلا يوسف اعطيني الصورة. انت تقول للمهدي، انت تقول للتفلاوي. يلا يا التفلاوي، يلا يا التفلاوي، لكوكوت. يلا يا كوكوت، تعود لمن؟ لاسماعيل. اسماعيل ارفع رقاع المباراة كي نعيش الإطارة يا حبيبي، ارفع الإطارة كي نعيش أجواء الإطارة، ارفع الإطارة كي نعيش معك يا زكريا. إذا اللمسة ولكن موجود، برافو برافو برافو، ما شاء الله. الإطارة موجودة، الدقة موجودة، يونس الزلاتي وراشد وصلاح ومصطفى كباط وانوار حسان كلهم موجودين في رقعة الاحتياط. اذا شكرا، خبر من اللجنة المنظمة. اذا لأن أكيد أن شوف تي في صفور موجودة معنا في هذه النهاية، وهذا ما يثلج الصدور، لأنه أن يكون المباشر على هذه القناة المباركة، القناة المحبة للجماهير، أن تعيش معنا هذا الأجواء النهائية. فهذا مشكورين من الرئيس إلى جنيد الخفاء لهذه القناة. إذا بالتوفيق للجميع، نتمنى أن تكون الإثارة، نتمنى أن تكون المتعة. إذا ست دقائق على نهاية العرض الكروي بفوز الكفاح الرياضي، الكفاح الكفاح. ست دقائق يا المهدي، ست دقائق يا التفلاوي، ست دقائق يا رضوان، ست دقائق وسأقول لك برافو. إذا تحية لكل اللاعبين وتحية للمدربين. نهاية الكرة، برافو إبراهيم، أنا أرفع لك القبعة يا مدرب النجم بتعرفاتك، بمهارتك، بخبراتك، بقدراتك، برافو برافو. إذا الكفاح 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 الكفاح. شوف تي في سبور الآن تعيش أجواء الاحتفالية مع الكفاح، شوف تي في سبور تعيش مع الكفاح الرياضي قبل نهاية المباراة. هل سيستمر هذه الاحتفال؟ هل سيستمر أم أن الدقيقة الأخيرة كما فعلها الأرجنتين، كما فعلها الألمان، كما فعل الكثير، ليست بالكلام بل هي بالأقدام. ويا إبراهيم ويا الحسن، يا ست دقائق، أجبني يا الحسن الشكوري، أجبني ست دقائق كم عيش، أجبني يا إبراهيم كم تعيش يا إبراهيم. حكام المباراة، مشكور الجميع، مشكور الجميع في إنجاح هذه التظاهرة. إذا نتمنى أننا أعطينا من مجهودنا الخاص، أعطينا ما تستحق هذه المباراة كي نعيش هذه الأجواء، أجواء الإثارة. برافو اللاعبين، برافو كل الفروق المشاركة. هدي هدي هدي، الأحسن يقول هدي. ليست بالنهاية، ليست بالنهاية، لازلنا سنعيش، سنعيش هذه الأطوار. برافو. يلا يوسف، يلا يوسف، أعطي الصورة. مضيعة للوقت يا يوسف، مضيعة للوقت، ولكن هذا وارد، هذا هو النهائي. أعطي
ومشكورين على متعتكم ومشكورين على هذا اللعب الرائع والفولكلور الذي نتمناه ان يتجدد دائما وان يعيد دائما هنا في هذه النائيات. تحيه لكل حكام المباراه محمد فخور ويوسف ومحمد خلوفي وايضا حكم المباراه في خارج الطوارئ. اذا تحيه لكل المدربين، تحيه لكل من اسهم في انشاء هذه التدوره، تحيه لزكريا زكريا زكريا الغان لزك اسماعيل 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 اسماعيل. نعم اذا نعم كما ذكرنا الكل نعم يستمتع بحضور شوف تي في سبور هنا بملعب بوقنادل، فمرحبا بكم ومرحبا بمتابعتكم ومرحبا بمشاهدتكم ومرحبا برفقتكم لنا كي نستمتع ايضا هنا بملعب بوقنادل. نفتخر ونعتز كي نعيش للأطوار. او فعلتها يا حبيبي ستسافر بنا الى الاصوات. اجبني يا الاحسن كيف تعيش هذه الدقائق وابراهيم كيف تعيشها؟ فاكيد الكل يريد ان يتكلم مع محمد زرقون ويعمد زرقون لا يعطينا الا ما تستحقه كل دقيقة، لان كل في دقيقة 60 ثانية وستون ثانية تعطينا الاطارة. فهيهات هيهات هنا بملعب بوقنادل نعيش ونستمتع ونتحدث ونتكلم ونعيش، ولكن حبا في الجماهير وحبا لكل الفروق المشاركة. اذا ضربة خطا، ايوه يا ابراهيم هدي يا ابراهيم، اين الكرة يا ابراهيم؟ لا تعرق نفسك يا الاحسن، عيش عيش مع المدربين ولا تعيش لا الا سوى مع المدربين. الاحسن ابراهيم يقول كيف كم الساعة كم الساعة يا ابراهيم، ولكن لابد ان يعطي لكل كما ذكرت لكل دقيقة حقيقة. تحية للكاميرا وتحية للميكروفون، تحية لكل من أسهم في إنشاء هذه التظاهرة صغيرا وكبيرا ذكورا وإناثا رجالا ونساء. سأعنا اليوم عشت معكم داخل أسوار ملعب بوقنادل أو عبر قناة شوف تي في سبور أو عبر طريق الكاميرا الموجودة منذ بداية المباراة حتى نهايتها. نعيش أجواء الإطارة، نعيش أجواء المتعة. الخطأ ضربة خطا، يلا يا حبيبي اسماعيل مزيان، هل سيفعلها ويسكنها الفنان؟ هل سيرسمها كما رسمها انيستا في تشيلسي؟ هل سيفعلها؟ او يا كوكوت، او يا كوكوت، او برافو برافو الكفاح، الكفاح يا سيل من أسد التتويج، الكفاح حافظ بيان جوي ميكرو 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 ميكرو
هلا دان مرحبا اشي ودي معسكر خرب شي حلينا صافي تحياتي يا شيخ هاني تليفون تليفون بالبيت لا ماشي مشكله واش من خط هجوم كتلعب نهضروا على الموضوع مرحبي وليدي هير من التيران الاخر ملي كاين شي دراري غادي يدخلوا غادي يدخلوا ملي لا هي من التيران هي هذاك من هنا اوكي فهمت شوف ماشي مشكل هذا سي بون صافي مزيان صافي مرحبا قولي قولي خلي هضر الاسم ونهضروا على الدوري هذا وعلى النهائي دخل بعدا بسميتو باسم ديال الفرقه عاد الدوري تفضل كترى مباشر صافي طلق مطلق قولها لي لا راه مطلق داكشي مباشر داكشي حافظ اخي حافظ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تنشكر جميع المنظمين جميع الاطر هذه مقابله تبارك الله الحمد لله داز في المستوى ما كاين لا مشاكل لا ضرب لا والو المنظمين كانوا في المستوى وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله وعليكم السلام اسم فارق هذا فارق يلا تاسس مده 6 شهور والحمد لله دراري عندنا عليك تعلموا باللغه الكرويه نقولوا رجال الغاج وتندخلوا للتيران كنكونوا رجال الحمد لله والحمد لله والفريق الاول بدون خساره ان شاء الله الحمد لله ديال البطوله والحمد لله شنقول لك رجال وبامكانيات شنقول لك
سنا نشكر اللجنه اللي الحمد لله راه كابحات ووقفات ودارت مجهود كبير باش نجحت التظاهره، ولكن بمساعده حتى الفرق، لان الفرق حتى تبارك الله راه لان كتشوف فرق بساط كتجمع على حد الحد وبامكانيات بساط وكينظموا تينا بحال الدوريات هذا، يعني خص شنقولوا غير بحال الجماعات ولا هادو غير يشوفوا بحال الامور التنظيمات هادو باش ان شاء الله ينجحوا الدورات. وكنقول لكم انتظروا الكفاح السنوي في دورة امازيغ ان شاء الله، وشكرا لكم. ولا حسن بيا بيا الله يحفظك اخويا وشفاء الوالد ديالو ان شاء الله. الوالدة ديالي دعات معايا والله الا دعات معايا. الله عبد الصمد الهنجوري هو اللي مارك الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تحت علينا الفوز في هذه البطوله هذه صداقه. بالنسبه للفريق تكون في واحد المجموعه اللي هي كما تيقولوا وحديتها، الحمد لله تحت علينا الفوز وعن جدار واستحقاق بجلاله الجميع والحمد لله. سميتك الاسم فريق الاسم نديم وحا نديم وحا عطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي سمع دا رزقي لاعب فريق الكفاح. رزقي كمل. حنا اللي قمنا بالفوز. لا عطيني الاسم والصيف الكنية. الاسم نادي رزقي. نادي رزقي تفضل. حنا صيفطنا كفائزين بهذا الدوري اللي اول كانت عندنا اول مشاركة اول موسم اللي كان الدوري على مدة 4 سنوات، والحمد لله عند المجهود ديالنا وعزيمة وإرادة كبيرة حسينا بهذا الدوري. مدرب فريق النجم رياض الرباط ابراهيم، نحن كراهية يعني مباراة نهائية ربما فريق النجم الرياضي الرباطي لم يحالف ورقة المرة الثانية على التوالي النهائي بعد عصبة امازيغ الذي خسر الرباط. يعني كيف يمكن ان نقول في مباراة نهائية خسارة ثانية لفريق النجم الرياضي الرباطي؟ يا عليك انا فريق تفضل اخويا. كما كنعرفوا ما حالفكمش الحظ باش تفوزوا يعني بهذا النهائي مره اخرى ان شاء الله باقي القادم. عاودنا يعني هذا الماتش هذه المباراه كيفاش داز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه دازت بجدارة واستحقاق أمام فريق قوي وعنيد النجم الرياضي الرباطي. اسم ديالك و اسم الفريق.
ما حالفكم شحال باش تفوزوا بهاد اللقب كافينا وناولنا من جميع الاطراف يعني من جميع الجوانب قمنا بتغييرات عديده باش نشرف النتيجه الى ان كفاح السواري السلوي كما شاف الجميع لما سجل عندنا الهدف اللي كان صراحه مباغت فصعب عندنا المباراه شي هدره فالرجوع ديال المحكم كفاح السلوي للدفاع صعب عندنا نرجعوا في النتيجه يعني قاومنا يعني درنا يعني جميع الحلول الممكنه باش نرجعوا على النتيجه ما حلفناش غير الحظ فهذه هي المره الثانيه ما كيحلفناش غير الحظ باش نحققوا هذا اللقب هذا فان شاء الله كنتمناو في المناسبه القادمه ان شاء الله نرموا الصفوف ديالنا باش ان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله. باش الاسم ديالك؟ نعم خويا. شكرا شكرا خويا. شباب كتاكوش احسن فريق منظم لهذه الدوره بقياده محمد عباس. اذا محمد عباس فليتفضل الى المنصه. محمد عباس احسن لاعب في المقابل يتفضل الى المنصه. الاسم ديالك لكي يسلم. نهضروا على المباراه كيفاش دازت. شهاده الفريق المنظم صور تذكارية طبعا للفريق تاتاكوست. شكرا عطى الاخ هاك هضرها هو بغى صافي إذن اللجنة المنظمة ارتعت لكي تنصف كل الفروق المشاركة في هذه التظاهرة وفي هذا الدوري. شهادات تقديرية ستبقى خالدة بالذكر لكل الفروق المشاركة. كونتر جور ما بقات لهم بلاتي الصورة. إذن الترجي التونسي الاحسن داوود فليتفضل الى المنصه رئيس فريق الترجي السوسي الرباطي. اذا المزيد من الصبر لكي طبعا صور تذكاريه سترقى خالده ولكن بعد التوزيع ادخلوا من هنا. خلي واخذ يمكن ما دارش
سنستمر في توسيع الجوائز لأن الوقت يزاحمنا. إذن نعود إلى أجواء التسليم. إذن الترجي السوسي الرباطي فليتفضل رئيس الفريق لكي يتكلم شهادة تقديرية من المشهد المنظمة. إذن تحية للجميع وتحية لكل الجماهير الحاضرة وتحية للغيورين على دور الصداقة للنسخة الرابعة. كما لاحظتوا متابعي قناة شوف تي في، هنيئا لفريق النجم الرياضي السلوي على البطولة. إذن يتفضل رئيس الأهلي السوسي أيضا. كما كنعرفوا المباراة انتهت بواحد إلى شيء. إذن الحسين القلباوي محبوب الجماهير ومحب لكرة القدم السلوية. إذن المزيد السلوي على هذا الفوز وعلى هذا اللقب وعلى هذا الدوري النجم. الحمد لله ملي كنشوفوا في هذه المباراة كيتقاموا يعني في هذه الأجواء اللي كتكون يعني أجواء مثيرة ومباراة داس أحسن وجه يعني بدون أي مشاكل كما كنلاحظوا. ويتفضل أيضا فريق رويال فوق نادل لتسليم شهادة الفريق، شهادة تقدير وعرفان. إذن فريق رويال فوق نادل. إذن المزيد من العطاء لهذا الفريق اسم رويال فوق نادل. إذن المزيد من الصبر والانضباط طبعا من أجل الوصول إلى نهاية الحفل.